بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل في الفيديو ده حردة الكم أو حردة البوط. أنا وريتكم قبل كده في فيديو قبل كده حردة الكم، هنعمل حردة البوط. هي ليها كذا طريقة، يعني احنا في كذا طريقة بنعمل بيها حردة الإبط. أنا هوريكم طريقة من الطرق، ان احنا بناخد طول الوسط ونقسمه نصين ونعمل الكم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو عندي طول الوسط 50 سنتي، يبقى انا بعمل حردة الكم 25 سنتي. هوريكم نعملها ازاي. لو انا عندي مثلا، انا هعملها الاول على الورق وبعدين اوريها لكم على النموذج بتاع القماش. انا عندي اهو وش وظهر، عندي كده وش وظهر اهو، بحطهم على بعض كده، وليكن القماش ده معايا الحاجه اللي انا عايزه اعمل لها الكم، وبعدين بتنيها كده اهو، وبعدين بعلم باخد حرده دوران الرقبه كده مثلا، وبعدين باخد الكتف هنا كده مثلا، الجزء ده كده الكتف، وبعد كده باخد الدوران بتاع الإبط، وبعدين بشوف الجزء اللي هيتفضل بعد ما ناخد الدوران. بشوف انا هعمل بقى ايه، الدوران الارداف وباقي التفاصيل بتاعت الحاجة اللي انا بقصها. طيب انا اول حاجة هعملها، هعمل ايه؟ خدت كده الجزء ده، الكتف مثلا عندي 40 خلاص، وبعدين عندي هنا طول الوسط 50، يبقى انا هحتاج نصهم، هحتاج 25. بعلم مثلا كده 25 خلاص، واجي من هنا كده امشي بخط مستقيم كده، واجي عند 25 امشي كده، وبعد كده باخد من هنا كده بدور شوية الجزء ده خلاص، وبعد كده بيجي بقى بياخد الجزء ده على حسب ما احنا عايزين نعمل ازاي اهو كده خلاص. طيب نشوف احنا هنقصها ازاي. بعمل كده، بياخد الاول الجزء بتاع الحردة كده، وبعدين بياخد الجزء بتاع الكتف، وبعدين باجي من هنا بمشي كده اهو، وادور كده شويه اهو، وبعدين باجي اعلم العلامه بتاعت بقيه الحاجه اللي انا عايزه اعملها كده. فبقى الجزء ده كده عندي اهو اهو كده، مش عارفه هو واضح ولا ايه، اهو كده. وباجي على الامام، باجي على الامام، بمسك الامام واجي اروح عامله داخله نص سنتي تاني اهو، بدخل كده نص سنتي تاني وادور كده بالنسبه للامام بس خلاص. سهله وبسيطه جدا، ما فيهاش اي حاجه. تعالوا نشوف هطبقها ازاي على القماش. انا عندي اهو القماش، وليكن الجزء ده كده، هاخد مقاساتي بتاعت الكتف ايا كانت بقى، اذا كانت لطفلة او لشخص كبير او واحدة كبيرة يعني. بتني، باخد القماش كده وبعدين بتنيه كده، بيبقى عندي القماش على اربعة، بيبقى عندي القماش كده على اربعة. طيب تعالوا نشوف هنعمل فيه. هستخدم النموذج الصغير ده في المقاسات، هنشوف هنعمل ايه. احنا بنيجي بنقيس طول الكتف عندنا، بناخد طبعا طول الكتف من العظمة للعظمة، من عظمة الكتف، من العظمتين بتوع الكتف بنقيس. انا عندي هنا النموذج ده، وليكن عرض الكتف مثلا عندي هنا على النموذج ده 10 سنتي، وبعلم انا بيبقى عندي الكتف مثلا 40 سنتي، 38 سنتي، لو طفل بيبقى حاجة و20 على حسب. انا علمت العلامة دي كده. طيب بقيس طول الوسط، وليكن انا عندي النموذج ده كده 30 سنتي،
باخد نصهم 15 وباخد علامة اهو عند ال15 اهو كده. طيب بعمل ايه بعد كده؟ باخد انا عند الجزء ده اللي انا هعمل له الحردة اهو، هعمل الحردة بتاعت دوران الرقبة كده، وباخد الحردة بتاعت الكتف كده اهو كده، باخد الجزء ده انا قصيت اهو، عملت ما قصيتش، عملت العلامة بتاعت الكتف اول الكتف، وبمشي بخط مستقيم كده، وباجي بمشي خط مستقيم عند ال15 سنتي اللي انا خدتهم. بقى الشكل عندي كده، يا رب يكون واضح. خلاص باجي عند الجزء ده كده اعمل له دوران اهو، بعمل له دوران كده اهو، يا رب يكون واضح اهو. طيب الخطوة اللي بعد كده بعمل ايه؟ باجي هنا ابدأ اقص، بقص دوران الرقبة مثلا كده اهو، وعند دوران وعند حردة الكتف بنزل الاتنين سنتي اللي احنا متفقين عليهم كده، وبعدين باخد الحردة بتاعت الابط كده اهو كده، وامشي على الدوران اللي انا عملته اهو كده كده، اصبح عندي الجزء ده بالشكل ده كده. خلاص طيب هعمل ايه اهو كده، بقى عندي الدوران. باجي بالنسبة للحريمي او بالنسبة للناس الكبيرة يعني، باخد جزء وليكن نص سنتي من الامام، يعني انا باجي بعلم ده الامام اهو ده كده الامام، باجي عليه اروح واخده نص سنتي، مدخله القص نص سنتي او سنتي كده عشان الحرده بتاعت الابد بتبقى في الامامي اقل، بنحرد شوية اهو كده اهي يا رب تكون واضحة، سهلة جدا وبسيطة، مفيهاش اي يعني حاجة صعبة ولا حاجة، سهلة جدا مفيهاش اي حاجة. اتمنى تكون الموضوع سهل بالنسبة لكم. طبعا احنا بناخد المقاسات، لو حضرتك هتاخدي مقاس مثلا طول الوسط، لو واحدة كبيرة مثلا هيبقى طول الوسط بتاعها 50، بنعمل حردة الباط بتاعتها 25. لما اجي اصمم الكلام ده ان شاء الله على حاجات يعني على عباية او على جلابية او على حاجة هقول لكم بالتفصيل، ولو رجعتوا للفيديوهات اللي قبل كده هتلاقوا الكلام ده مشروح قبل كده، حردة الباط دي مشروحة في الجلابيات، انا عملت كام جلابيه كده، فيديوهات لكام جلابيه هتلاقوا الكلام ده مشروح. فاتمنى يكون حرده الباط كده سهله، ما فيهاش اي تعقيدات، هي بدون بطرون بدون اي حاجه، سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه. استنوني اشرح لكم حاجه تانية من اساسيات تعليم التفصيل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.